مساء الفل عليكم وتحياتي ليكم. انا دايما ما بحبش اعمل فيديوهات على البيج عندي يعني، بس الموضوع بقى زياده قوي يعني يا جماعه. انتوا بجد والله الناس اللي المحترمه اللي بتخش تشتم دي يعني انتوا فاكرين كده مثلا ما تعملوا كده مثلا فهسكت يعني ما اتكلمش؟ عادي بتكلم بوجهه نظري يعني. انتوا عاملين دوشه ليه؟ لعيب قليل، لعيب امكانياته في الدوري المصري بس، تعال اتفرج عليه في المنتخب لعيب قليل. اطلع اقول يعني ده كريستيانو رونالدو مثلا يعني ولا مش فاهم؟ محلي يثبت لي وجوده في الملعب، لعب 43 مباراه ما شفتلوش ولا ماتش عدل، لعيب قليل جدا على فكره. ده انا كده كمان يعني ما رضيتش اضغط اكتر من كده. واحد بيلعب مع المنتخب ما بيعملش اي حاجه، يمسك الكره يقعد يعمل كده جو البلاي ستيشن ده، عفى عليه الزمن يعني. المفروض الكره اتطورت، المفروض في حركه، في سرعات، في دريبلينج، في واحد ضد واحد، في تسديد. تبيتوا الكره اللي تشط في نص الجون، هي دي تسديده؟ اقسم بالله لو انا واقف جون امسكها وانا واقف. ويعمل واحد يعمل اوفر، الدفاع يتلخبط يقول لك ده عامل اسيست. ايه الجو ده؟ ايه ده؟ دي كره ولا ليها علاقه بالكوره؟ انا ليا في الملعب، انت ايه ايجابياتك؟ انتوا عاملين وجع دماغ ودوشله دماغي ليه يعني؟ مش فاهم. هتكلم براحتي واللي انا عايزه هقوله، طالما بتكلم في اطار الكوره محدش ليه دخل. انتوا بتقعدوا تشتموا، تقعد بقى هو يقعد يسلط عليا صفحات وبيتجات والجو ده، ما بياكلش معايا، ما بيمشيش معايا والله العظيم خالص. انا الموضوع ده ولا يهزني يعني عادي، فانا بس حابب ارد عشان انا هتكلم براحتي. واي برنامج ليا اللعيب كويس هطلع اقول لعيب كويس، لعيب وحش هطلع اقول لعيب وحش. وانتقدت حسام حسن وانتقدت اللعيبه امبارح، مفيش حد فوق النقد. احنا ما عندناش كريستيانو، ما عندناش ابو تريكه مثلا، ما عندناش حسام حسن، ما عندناش احمد حسن، لعيبه كلها شبه بعض، لعيبه كلها شبه بعض، ما فيش التوب يعني. انا مش فاهم يعني الواحد، انتوا عايزين تتكلموا واحد يمشي على مزاجكم يعني ولا فرقه؟ ضربوا دماغكم في الحيط. انا مش داخل اهلي وزمالك، انا بتكلم على منتخب مصر. انتوا بتخشوا اهلي والزمالك انا مش داخل بيكم، انا بتكلم على مباراه اهلي يعني منتخب مصر. فاتكلمت على اطار لعيب واحد بيلعب منتخب مصر تايه، واحد تايه في الملعب، تايه يمسك الكره ومرجعها ورا، يمسك الكره يلعبها بالجنب، يجي يعدي يقف يقوم مرجعها. ايه طب ماشي، ايه اخرتها يعني؟ مش فاهم انا يعني. ايه بقى نطلع نقول يا واو وده جامد ومش جامد وطالع كمان مقموص؟ مقموص ده وحش. وسيبك من المطبلاتيه اللي حواليك دول، هتقعد تبعت لي ناس تشتم وصفحات ولا فرقه؟ حبيبي انا اسمي ابراهيم سعيد، عارف يعني ايه ولا مش عارف؟ اللي يعرف يوصل يتكلم، يتكلم وريني، يطلع اتكلم معايا كوره ويطلع وريني في الملعب. كويس في الملعب هشيد بيك، مش في الملعب كويس مش هشيد بيك، مش هديك اكبر من حجمك. بس هو ده اللي انا عايز اوضحه، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط ولا فرقه. تحياتي ليكم.